شفتني؟ ده عبقري بجد. شيكسبير شيكسبير، لو قررتي تقري بالإنجليش العادي كأنك بتقري شعر عمر الخيام بالعامية مثلا، الفرق كبير. بس صعب برضو. بس يستاهل. دي فريدة خطيبة أخويا الكبير. أوكي رب. فاري إزايك؟ أوكي حاضر. مالك يا فاري؟ في إيه؟ أوكي. بص يا عادل، رباب عملت محضر أثبتت فيه الواقعة بالكامل، محضر رسمي، بس أنا بقى مش هحقق معاك بشكل رسمي دلوقتي، احنا في الآخر زمايل، بس من الآخر لو ثبت إنك عملت كده فعلا، وده شيء أنا أصلا متأكد منه عشان يعني ما نقعدش نلف وندور على بعض، كلنا هنتلط فيها. والله يا عمر بيه، لو انت شايف ان كلنا هنتلط فيها زي ما بتقول، يبقى ما كانش ينفع تسمع الكلام الفاضي اللي البت دي بتقوله من الاول. وبعدين يا باشا، العالم دي صايعه، اتربوا على النواصي، ما عندهمش اي حاجه يعملوها غير انهم يتبلوا على الناس المحترمين. يا راجل، وليه غلبانه هترمي بلاها على ضابط شرطه وفي الاسم وفي عز النهار وقدام كل الناس؟ كل دي صياعه. وليه لا يا عمر بيه؟ البت دي طلبت مني انها تقابل الواد الزفت بتاعها وانا رفضت. يا باشا، ده كان فاضل انها تبوس رجلي. وبعدين يا باشا، انا حاسس ان البت دي في موضوع بينها وبين الواد ده، يعني زي ما تقول كده كانت عايزه تقول له على حاجات من ورانا. يا باشا، البت دي ما صدقت ان قلت لها على وفاه راضي وان سيادتك في اجازه عشان تساومني، لكن انا رفضت واديت لها الكلمتين اللي يوجعوا عظمها، عشان كده قررت انها تقلب عليا الترابيزه. جرايا عمر بيه، انت نسيت العينه دي ولا ايه؟ نسيت يا باشا لما الناس دي بتتخانق مع بعض ويعوروا نفسهم عشان يتبلوا على بعض قدامنا؟ يا خالد، انا ما عرفتش اقنعه باي حاجه، ده دماغه ناشفه خالص. بس طيب، وبيحبك بقى انت عارفه. شكرا. انا خليته يمنى لك الكوبايه نص. ميرسي يا فاري. العفو. الحاجه اللي أنا مش فاهمها، إزاي عمر ما يبقاش فاهم أنتي حاسة إيه؟ لا، هو فاهمني كويس وعارف أنا حاسة بإيه، بس لما بيجي قصاد شغله بينسى أي حاجة وبينسى أي حد، ده بينسى حتى إن هو يحس بيه. لا، اللي أنتي بتقوليه ده بالذات مش حقيقي يا فريدة. عمر بيحس بكل اللي حواليه، ساعات زيادة عن اللزوم كمان، لدرجة إنه ما بقاش عنده مساحة يحس بنفسه، مش بيشوفها. وإنتي نفسه في حاجات كتيرة قوي يا فاري، إنتي هو بس على بنت زي القمر. بس أنا مش عاوزاه يكمل في القضية دي. إنت مش فاهم يا خالد، الناس دي أسهل حاجة عندهم القتل. يعني بعد الشر لو عمر ده راح مني، أنا مش عارفة يحصل لي إيه. طيب بالراحة، ما تعيطيش بقى يا فريدة. عمر مش هيجرى له حاجة، عمر عارف شغله كويس، ما تقلقيش صدقيني. اضحكي بقى. قوم معايا الباشا عايزك. انا قريت السودة يا جدعان، ما فيش الا تلاعب في الاوضه دي يا باشا ولا ايه؟ عايزين نعرف اخرتنا ايه يا باشا؟ نفسنا ندوس على الاسفلت برجلينا يا باشا، نفسنا نشوف النور بعينينا يا سعاده البيت. عايزين نعرف اخرتنا ايه؟ هتروحونا على رجلينا ماشي، هتودونا النيابه برضه ماشي، هتموتونا برضه نعرف. يلا يا باشا، مستنيك يا خلاص. يلا قدامي. هتكون بلاوي. ايه يا عم سعيد، نايم على ودنك ولا ايه؟ بتترزع في مكتبك؟ بيجي التفتيش وبنعيط. ادخل.
ده اللي كنت ثابت على السنه اللي فاتت. انزلي دلوقتي حالا، يلا ما تاخرش. يلا بابا هاتي تقعدي. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله. ايه اخبارك؟ الحمد لله يا باشا. عمتك لسه قافشه؟ حاضر اجي معاك يا بابا. استنيني هنا يا رب. حاضر يا بيه. ازيك يا رب؟ حبيت ترد السلام عيب عليك. تستغفر على ايه يا تلاعب؟ تستغفر على ايه يا اخويا ولا ايه ولا ايه؟ ابن منطقتي يا غالي. اتلم يا وقت مش عايز اسمع صوتك. تعالى هات الواد ده. اقعد يا رباب استريح. تسلم يا بيه. جرى يا عمر بيه؟ صوتك عالي يا باشا. صوتي ايه يا باشا؟ هو ينفع اللي بتعمله ده يا باشا؟ صوتك عالي يا عادل باشا. احنا لسه ما بدأناش محضر رسم. اقعد بقى وهد. اقعد. دلوقتي رباب عامله فيك محضر رسمي بتتهمك فيه بمحاوله استدراكها لاغتصابها. والواد ده معمول في نفس المحضر وبرضه بينكر. وانا من الاخر بقى عايز اخلص عشان مش فاضلكم. قلنا نجيب الجمل والجمال، ولا انت ايه رايك يا عادل الظابط؟ هو صاوي فين يا ايمن باشا؟ جمحته في النبطشيه وانا جاي لك. روح عبد الله اندهله عشان يبقى موجود هو ايمن باشا. استنى عبد الله. ولا تحب نجيب محضر ونبدا تحقيق رسم على طول ونخلص؟ فايه اكتر حاجه بتغيظني فيكي؟ ايه هي؟ انك عارفه ومتاكده اني دايما هبديكي على كل حاجه حتى نفسي. لا بجد؟ تصدق بقى ان انا نفسي اصدقك؟ لو بصيتي على نفسك وانت قاعده كده مديه ظهرك للباب بحيث ان اي حد يخش هيشوف حته كده من خدك وسايبه الباب مفتوح في وقت متأخر كده، لو بصيتي على المنظر ده أكيد هتعرفي إن القعدة دي لازم تكون مستنية حد ومتأكدة إنه جاي. وهو جه تفضلي بقى مدياله ظهرك كده ولا إيه؟ العيون دي ما ينفعش تسأل خالص. أموت عصب. بعد الشر. بقول بعد الشر يعني. يا سيد يا بدوي. أيوة بقى. عمر، أنت بجد هتسيب القضية بتاعت راضي عشاني أنا؟ بشرط. قول إيه هو؟ ما تشوفش دموع في العين دي أبداً. لحد ما اموت. طب ممكن تبطل تتكلم في الموت؟ حاضر. فريدة بابا. انت بتكلمي نفسك يا فريدة؟ مالك يا بت في ايه؟ انت هتفضلي تبصي لي كل شويه؟ عادل بيه انا هكررها لك تاني. احنا في الاول وفي الاخر زمايل.
وانا لغايه دلوقتي مش عايز اصعد الموضوع وامشيه بشكل رسمي. والبهوات اللي موجودين هنا دول موجودين عشان حضروا كل حاجه من الاول للاخر لما الست ساميه جات عشان تشتكيك، وهم في الاخر اللي لموها. يعني كده كده هم موجودين موجودين. جرى يا عمر بيه؟ البت دي سمعتها زي الطبل في المنطقه كلها. ما تعمل تحريات عنها يا باشا هي والواد الصايع اللي معاها ده قبل ما تعمل اي اجراء قانوني او رسمي. انا يا باشا بس بفكرك بالموضوع ده عشان ما نضحكش علينا القيادات بتاعتنا. طب يا باشا انا خلصت كلامي وهستأذن عشان عندي شغل كتير. عادل بيه، اخبار الخبطه اللي في دماغك من ورا ايه يا بيه؟ انت بتقول ايه يا بت؟ انا اسمي رباب، رباب حسني الجمل. عمر بيه، الباشا واخد مني بطحه لما رزعت له دماغه في ازاز العربيه، وفي نفس اليوم عربيه الباشا اتسرقت. اتلم يا بت بدل ما امسح بكرامتك الارض. ما انا ملمومه اهو يا باشا وقاعده على الكرسي، ولا تكونش شفتني قمت. جرى يا عمر بيه؟ احنا هنفضل في العبط ده كتير. عربيتك فين يا عادل بيه؟ عربيتي؟ انت مالك بعربيتي؟ عادل يا كومي، وشرف ابويا لو ما تعادلت معايا في الكلام لالغي القعده الحب دي واخليها رسمي بقى. اعلى مفخلك اركبه يا عمر. اعلى مفخلي لو ركبته هيدهسك، هيساويك بالارض اللي انت واقف عليها دي. ولا تلعب امرك يا باشا. الباشا جالك التلاجه ليه يالا؟ كان بيسالني على حكايه ربابه يا باشا. انا بتكلم على المره الثانيه. كان محروق يا باشا وبيطلع حرقته عليا. وطلعها بالطول والعرض يا باشا. مين قال اللي عورك في دماغك كده؟ انت هيطلع نسيفك. عادل باشا اقسم بالله. يعني الواد كان محطوط في الثلاجه على ذمتي، ومع ذلك دخلت له الثلاجه وعورته. ايمن بيه، هو الواد ده لو كان فايز في ايده كان مين اللي هيتلط فيها؟ بعد اذن ايمن باشا، محدش هيشيلها غيرك عمر بيه. يعني الموضوع ما بقاش بينك وبين رباب بس، انا شخصيا ملطوط. كل ظباط الاسم هيتلطوا اهو. اللي اقدم مني ومنك قالها لك اهو. يعني لو ما قعدتش كده وهديت وفكرت وسبتنا نشوف حل العكة السودا اللي احنا فيها دي، النار هتتفتح عليك من كل الضباط في القسم. ها تحب تقعد ونتكلم ولا تحب تمشي؟ اللي عندنا قلته يا عمر يا سلطان، واللي تعرف تعمله اعمله. سلام. شوف لي المحضر فين وهاتهولي. حاضر. هعمل ايه يا باشا؟ لا انت مش هتعملي حاجة يا رباب، احنا اللي هنام. تقومي روحي دلوقتي، لو احتجتك في حاجة هبعتلك. فين المحضر يا صابر؟ جاي ورايا مني. تمام. صابر باشا، عايزك تاخد الواد ده والعيال اللي معاه في مكتبك، تاخد اقوالهم وبكره الصبح ترحلهم على النيابه. تمام يا عمر بيه. رباب، في شهود عيان على واقعة الاعتداء عليكي؟ لا يا باشا مفيش. خد عبد الله على مكتب صابر بيه. تمام يا باشا. يلا عبد الله. قدامي يالا، قدامي. دلوقتي يا رباب الواد ده هيروح النيابه وهينكر كل حاجه، وبالكتير هيتعاملوا معاها لانها واقعة تحرش، ده اذا عرفوا يثبتوها اصلا وهخرجوها يا رباب. هو ده القانون يا باشا؟
انا بس عايزك تتمسكي باقوالك في المحضر وما تجيبيش سيره خالص اللي انت اللي رحتي له وما تقلقيش من حاجه. الواد ده كده كده ملطوط ملطوط وصحيفه الثواب ومرميه على الرصيفه عند بتوع الجرايد، والباقي بقى احنا هنعمله ان شاء الله. المهم